تحت سقف زجاجي ضخم ومحطة القطار الجديدة والحديثة، يتوقع توافد زوار مدينة لودز البولونية التي تترشح لتنظيم معرض إكسبو العالمي 2022-2023. وينبغي أن تكون محطة القطار قلباً جديداً لهذا المركز المتغير بسرعة في وسط بولندا، الذي بعد سنوات من العظمة في أواخر القرن التاسع عشر فقد ببطء بارقة. اليوم تريد بولونيا التأكيد على قلب صفحة ماضيها المتأزم اقتصادياً، وخلافاً للمعارض العالمية الكبرى تقدم المعارض المتخصصة موضوعاً محدداً للأحداث الجارية. إن ترشيح مدينة لودز الذي تدعمه الحكومة بقوة عنوانه المدينة المعاد تشكيلها. وقال عمدة لودز: نود في معرض إكسبو 2022 أن نناقش كيفية استنشاق حياة جديدة في مدن ما بعد الصناعة التي تشكل مشكلة تؤثر على العديد من المدن في العالم. وقال العمدة أيضا: من النادر أن نكون قادرين على بناء مدينة تبدأ من الصفر ونحن محظوظون جدا. السكان أنفسهم بدأوا يعتقدون أن لودز مدينة رمادية، لكن لم يعد هذا هو الحال اليوم، فقد غيروا نظرتهم وتفاؤلهم أيضاً.